ايضا مساعد المخرجه ايضا الساده كوثر الكندري وجميع زملائي في النقل الخارجي واستديوهاتنا هناك في المهمه. عبد الرحمن العتيبي للاصابه، نتمنى له الشفاء ان شاء الله. واول نقطه ومحاوله لاعبي نادي كويت الليبرو عبد الله فارس العنزي، وهذه كره وحائط ناجح ايضا حائط سايد. وايضا حائط صيد ناجح، حائط صيد كرة طويلة ونقطة لنادي الكويت على الإرسال. هذه كرة ترتد مرة ثانية لنادي الكويت، وهجوم حاط صد ترتد، فرصة العربي الآن يعود سويد وحطها سويد، نقطة لنادي العربي. هذه كرة سريعة وقوية من مبارك عبد الهادي إلى عبد الله جاسم، يخلصها عبد الله جاسم. وإذن هذه داخل ملعب، إذن سبعة الآن، سبعة 13، النقطة الماضية كانت لينا. الإرسال من مبارك عبد الهادي، عبد الله جاسم يشيل وعلى طول في العالي يلف ويشحطها في أشواطها الثالث والرابع. هذه كرة الآن خلفية وسويد قوية وتنزل نقطة. حقيقة من لاعب نادي الشباب ولعب في نادي الكويت ولعب أيضا في العربي، وهذه ميزة ممتازة تتيح الفرصة الاحترافية باللاعب في المشاركة. وهذا سلطان خلف يأتي من بعيد من المنطقة الخلفية يروح، والكويت العربي يعود لكن العودة يعني ما استمرت. هذه كرة وقوية وينجح محمد سويد في النقطة 14، صعب صعب 16 24. واسقاط يتابعها فهد الاغاني، يتابع سهله يا احمد الملا، سريعه والعجمي للمره الثانيه يخلص. اذا الشوط الاول احبائي ينتهي لصالح الارسال لنادي العربي، مبارك عبد الهادي يلعبها، الصباغه يشيلها، هذه سريعه قويه من عامر السليم والنقطه الاولى لنادي الكويت. الارسال من عبد الله جاسم العنزي يشيلها عبد الله القطان، ايضا احد نجوم عطى القطان ولا زال والعمر كله ان شاء الله وللجميع. هذه كرة حلوة، هذه حلوة يعقوب، يعقوب عدنان يعقوب، كرة حلوة أرباوية. هذه كرة طويلة فهد سيالها السعد سويد وحائط صد ايضا من يعقوب، لا 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 شاطه يسوونها ليش لا ممكن. هذا سويد تاتش اوت وياخذها نقطة يعني. هذه كرة الله 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 حلوة منك، ايه وين الشوط الثاني وينك الثالث. هذه كرة، هذه ما خلصنا عدل يا الملا، وهذه عبد الله، عبد الله يا سلام، عبد الله هو الزمن الجميل. خمسة يا عبد العزيز، عبد الله فارس هناك السعد، الله 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 راح تزيد مع الحضور، اللاعب ايضا يستمتع بحضور جماهيره. وهذه سويد لكن عبد الله اليوم ممتع، وهذه كره، وهذه كره عبد الله يا عبد الله رادت لعب، والله عبد الله اليوم خاطره يلعب خاطره. هذه كره والسعد لعبها، الصباغه شال سلطان ما تعدي، واللغاني خلفية السعد، لا 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 شوتوا لا تخاف، لكن هنا حائط صد عرباوي قوي. فهد لعبها، هذه حلوة، هذه حلوة، هذه فيها لمسة وفيها نقطة لنادي الكويت. تصرف حلو من سلطان خلف أيضا. محمد سويد طويلة الصبغة، وهذه كرة حلوة يا عبد العزيز، هذه حلوة منك يا، هذه كرة طويلة وهذه يا سلام، لكن والله يعني عبد الله اليوم
صراحه يبي يلعب. عبد الله مشتهي عط عبد الله، عطاها عبد الله. عبد الله مشتهي يلعب. عبد الله في هالشوط غير، ما شاء الله عليك يا عبد الله. عدت، قرب قرب، صعبه وقويه. برافو يعقوب. السلطان خلفيه، شات هناك المله، لا خلفيه وسهله، ما مشت يا زيد. وهذه الله 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 الله، حلوه منك يا ولد. طيب حلوه. يلا اذا هذا فيصل العجمي وفهد السعد الى فهد. فهد يعني ما شاء الله اليوم ايضا فهد. وكره عبد الله جاسم قويه من الارسال، وهذه ويشيلها اعطاها عبد الله، وعبد الله جابها. لا 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 عبد الله. اذا نجم 16، اذا العربيه تفوق، الكويت تتفوق في هذا الشوط على نفسه بكل جداره للامانه. وخلاص اذا الشوط اربع الكويتاوي 100% ب 25. كابتن ارسال طويل الصباغه، والله يلعبون كله على الصباغه، لكن انا اشوفه زين. هذه شالها، هذه وين؟ لا 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 هذه ما طلعت صح، ما طلعت صح يا اللوغاني. وهذه هذه فيها لمس الشبك، تندفع اكثر. تلعب ارسال الملشيل، وهذه حلوه حلوه يا مبارك يا عبد الهادي. برافو اللوغاني، مستحيل اشوفها يعني وين. عموما هذه وكره قويه، هالمره ينجح، هالمرة ينجح فيها. إمكانية قائمة للعربي إذا أراد الوصول أكثر. وهذه سويد يأتي بنقطة، الكويت هو الأغرب. محمد القطان عدت. أوه لا 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 لا. يعقوب عدنان على الإرسال، شالها حلوة، وهذه حلوة، يتابعها الصباغة أحلى. وهذه عبد الله جابها العربي وتصدى وجاب النقطة، جاب العربي. فيصل الكابتن، حلوة هذه، حلوة هذه، خلص. لكن كان ممكن تفتح نقطة التعادل 16-16. واللغاني يلعب استقبال خاطئ، وهذه راح يسقطها، راح يسقطها. شوف يعني مفترض كان يسقطها أفضل. إلى عبد الله جاسم اللي ناوي يرجع، وهذه فرصة للعربي يتقدم. وهذا السعد بكل قوة جاب النقطة. إذن السعد يجيب السعد 100%. هذه كرة العبها فوق، وين ما خلصها بقوة. القطان إلى يعقوب، جاب التعامر طويلة، شالها فهد الى حسن وتعود. وهذه كرة، وهذه ترتد قوية. والان الكويت، هذه كرة نرجع، هذه كرة، والقطان يأتي في النقطة، يأتي محمد القطان. 22-21 سويد العبها، جاسم الشيل. هذه فرصة العربي، فرصة العربي، خلفية شاد. وهذه تعدي ولا ما تعدي؟ ما تعود، وتعود. العربي شالها، طولها. برافو، هي الروح ولا هذه. ونقطة للعربي، يا مبارك يا مبارك، وسع بالك. هذه حسن، هذه استقبال الى وين؟ وفرصة الآن سويد، الأمل يا سويد، تعود وتعود مرة ثانية. خلفية لعبد الله وتعود، فرصة، فرصة سويد عنده، طولها سويد، ما خلصت هذه. وخارج الملعب، هاردك يا العربي، برافو يا العربي. للأمانة أقول لك برافو، لأن قدمت مباراة حلوة حلوة رغم الخسارة. لكن طلال الحيدر مساعد النقل، وأطيب التحايا. الصوت والصورة للزملاء هناك في الاستديو. كابتن غريب الغريب، تفضل لك الكلمة. ومني لكم ألف تحية وتحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.